أنا الحقيقة يعني شوف بتكلم بطريقة ثانية يمكن عن اللي طرحوه الأخوان، يعني مع كامل التقدير والاحترام أنا أعتقد أن الأندية هي قائمة على أعضاء الشرف وعلى الجماهير، والأعضاء الشرف هم جزء من الجماهير. صحيح. وقامت عليها لسنوات طويلة وفي ممارسات فردية قد تكون قليلة جدا لا ترتقي إلى أنها تكون تؤثر بهذا الشكل اللي احنا نصف فيه جميع أعضاء الشرف بهذا الشكل. ولكن الفترة الحالية اللي قاعدة تقوم فيها الرياضة السعودية هي مرحلة مؤقتة، أولا لتقوية الدوري السعودي، حل مشاكل الأندية وديونها لأنه ليس لديها مصادر دخل ثابتة، تقديم دوري قوي ومميز يكون دوري النجوم بحيث أنه يباع كسلعة وكمنتج للدوري السعودي، يعطي سمعة للرياضة السعودية ويعطي الأندية ملاك جدد ومصادر دخل ويقدم الرياضة السعودية بشكل يليق فيها. هذه المرحلة اللي احنا قاعدين نعيشها الآن هي لهذه الأسباب الثلاثة، أنه تقديم دوري قوي، حل مشاكل الأندية، تخليصها واستقلاليتها من أعضاء الشرف وتقديمها كجهات جاهزة كشركة ممكن أي واحد سواء داخلي أو خارجي يشتري هذا النادي بدون ضغوط وبدون حرج، أنه ما هو مرتبط بالنادي بالشخصية الفلانية أو بالشخص الفلاني، وبالتالي يستطيع أن يدفع أمواله ويستثمر في هذا النادي ونكون حققنا مرحلة الخصخصة اللي احنا نرجوها. موضوع أعضاء الشرف السابق ما في شك أنه أعضاء الشرف كان لهم أيادي بيضاء على الأندية وأنقذوها، لأنه إعانة رعاية الشباب كم كانت؟ ملاليم مقارنة بالوضع الحالي. الملايين اللي الآن تصرفها الأندية، احنا نتكلم عن ديون 300 مليون مثلا في نادي الاتحاد أو 300 وكسر، اليوم النادي ميزانيته في السنة الواحدة 300 مليون 250 مليون في ظل الصرف اللي قاعد يصرف، فلا تستطيع أن تصرف هذه المبالغ بدون ما يكون عندك دخل. كيف يكون عندك دخل؟ من خلال الآن تدخل سمو سيدي ولي العهد إعدام ديون الأندية، تخليصها من أعضاء الشرف السيطرة والممارسات السلبية اللي تحدثوا عنها الأخوان، وفي نفس الوقت تقديم منتج اللي هو دوري النجوم بحيث أن يكون يعني جاذب للجماهير وللرعايات وللدعم وللنقل التلفزيوني وللمستوى الفني. إذا تحققت هذه الأشياء نكون فعلاً يعني بدينا مرحلة جديدة ومتقدمة للرياضة السعودية. أنا الحقيقة أثني على رأي الأخوان فيما يتعلق بدعم نادي الحزم ونادي الباطن والنادي الثالث الفيصلي، لأنه إذا تبغى يكون عندك دوري قوي لازم يكون عندك كل الفرق قوية. أنت اليوم لما تتابع الدوري الإنجليزي الفريق الأخير مثلا أو اللي في مراكز متأخرة ترى 11 لاعب دولي في منتخب فنلندا، منتخب السويد، منتخب مدري مين، يعني ليس فريق مثلا ما عنده لاعبين وعشان كذا صار الأخير، هو عنده مبالغ ضخمة وغني ماليا وعنده نجوم من منتخبات كبيرة في أوروبا. احنا لا نتمنى إذا كنا السنة القادمة ننتظر دوري قوي لا نتمنى يكون في فوارق فنية كبيرة، أن وراء الفرق مثلا 6-7 اللي حظيت بدعم معالي المستشار تكون في مستوى فارق جدا عن بقية الفرق، ومن ثم يكون هذه الفرق محطة واستراحة. أبو يزيد ترى الفرق اللي تصاعد من دوري الأمير محمد بن سلمان يعني تحتاج يعني عارف اهتمام أكثر يعني من غيره بالضبط. احنا كنا نتحدث سابقا أنه مكافأة الصعود كانت تصرف في لما يقرب الموسم على النهاية، صحيح، وبينما افترض أنه إذا صعدت تأخذها أول شيء تتعاقد تعمل معسكر تجيب مدربين سدد مبالغ سابقة يعني العام الماضي قرب الدوري على العام الماضي الفيحة